من قتل نفسك فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما ده بتتعاطف مع ايه؟ انت بتتعاطف مع ايه يعني؟ حضرتك شايف ان هو يستحق ان هو يموت؟ يموت ويموت كمان 100 مرة، ولو ايام سيدنا عمر ولا سيدنا ابو بكر انا اعدموه 30 مرة. يستحق يموت طبعا، هي ذنبية تعمل بقى كده حاجة مش كويس، حاجة بشعة على مرأة ومسمع، فلازم يعني دي قانونا لازم قصاص اعدام، لان مش كان ينفع اساسا حتى لو هو بيحبها وكده مش كان ينفع، حتى لو هي رافضاه يبقى هي مش متقبلاه، ازاي اللي هو يعمل معاها كده؟ احنا دي بنتي برضو مهما كان برضو يعني، بس احنا مش في دول بره، احنا في مصر هنا يعني كلنا مسلمين برضو وربنا حلل القتل. ايه رايك في تنفيذ حكم الاعدام على محمد عادل اللي قتل طالبه نيره اشرف طالبه جامعه المنصور؟ ده شرع ربنا طبعا، من قتل يقتل ولو بعد حين، وبعدين هو قتلها عامد متعمد، فده حكم شرع ربنا وده القانون طبعا. انا طبعا مع موضوع الاعدام ده مع نيره، لان مش كان ينفع اساسا حتى لو هو بيحبها وكده مش كان ينفع، حتى لو هي رافضاه يبقى هي مش متقبلاه، ازاي اللي هو يعمل معاها كده؟ فمش كان ينفع اللي هو يعمل كده، وده مش صح. يعني انت مع ان هو يتعدل؟ شايفه ان هو يستحق الموت؟ ايوه يستحق، زي ما هي مش كانت تستحق الموت هو يستحق الموت. هو تنفيذ عادل، تنفيذ عادل ولازم ياخد جزاء. هو التنفيذ حكم الاعدام حصل النهارده بالفعل؟ هو انا شفت حاجه كده على بعض الصفحات يعني ان التنفيذ كان تم النهارده الصبح على ما اظن، فالواحد يعني اتبسط يعني، بغض النظر يعني مين المخطئ، بس دي يعني حاجه مش كويسه، حاجه بشعه على مرأة ومسمع، فلازم يعني دي قانونا لازم قصاص اعدام. ايه راي حضرتك بقى في تنفيذ حكم الاعدام عليه؟ لا 100% حكم عادل جدا ومظبوط، مش في واحد اتغير مسار واحد كده بالصوره دي، ما في غيرها كان يقدر يبني حياته من جديد ويعيش عيشه اسعد من كده 30,000 مره. ان كانت هي في ذاكرته خلاص، اما كان دي مش دافع لاعدامها نهائي، ان يموتها نهائي او يتهاجم عليها بالصوره دي البشعه دي. ده الطبيعي يعني. واحد قتل لو هو مش مختل عقليا وده اللي بيحدده مستشفى، طبعا ياخد حكم اعدام. يعني حضرتك شايف ان هو يستحق الموت؟ بالنسبه للي سمعته انا زي حد بسمع من الفيس او من الاخبار انه قتلها قتل متعمد مع سبق قصاص وترصد وقوة العقلية سليمة، ده الطبيعي ان هو قتل يعدم. والله هي دايما حكومتنا يعني ما بتحكمش الا بالعدل يعني احلى حاجة في الحكومة المصرية ان العدالة بتقول حقها. حضرتك شايف من وجهة نظرك ان هو يستحق الموت ولا لا؟ والله انا اللي انا شايفه ان هو ما حدش يعمل زيه كده. احنا دي بنتي برضو مهما كان برضو يعني، بس احنا مش في دول بره، احنا في مصر هنا يعني كلنا مسلمين برضو وربنا حلل القتل. هل انت شايف ان محمد عادل فعلا يستحق الموت؟ طبعا يستحق، ايا كان الذنب اللي ارتكبته مش من حقك خالص تعمل اللي انت عملته على مرأة ومسمع وكله شايف، دي قضية رأي عام فلازم ياخد فيها اعدام اقل حاجة يعني، هيروح فين يعني؟ هو كان في ايده حلول كتير يعني، هو ولا اول ولا اخر واحد مثلا حصل فيه انفصال او اختلاف وجهات النظر او كده، فعادي يعني احنا 100 مليون من العمليه ما وقفتش عليها يعني، 100 مليون يعني اي عقليه اللي هو عمله يعني، اي عقل واي منطق اللي هو عمله، ف والايام والسنين بتنسي مفيش مشكله، انما يعني هو يعمل بالطريقه دي ويقتلها بالطريقه البشعه وبالصوره البشعه دي، لا حرام طبعا، حرام ويستاهل كده واكتر، واي حد متعاطف معاه يعني مفيش تعاطف في الشر ومفيش تعاطف في القتل ومفيش تعاطف في سياق الروح اللي ربنا جعل لها يعني، ومن قتل نفسك فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها ده بتتعاطف مع ايه؟ انت بتتعاطف مع ايه يعني؟ تقولي ايه للشباب بقى اللي في سن محمد عادل واللي ممكن مثلا يكونوا بيحبوا حد من طرف واحد والطرف التاني مش معبرهم او رافضهم؟ لا ما هو ده مش صح، ما اللي هو تحب حد هو مش متقبلك ومش عاوز الموضوع ده، فده مش صح يعني، اللي هو لازم يكون متقبلك واللي انت تكون معاه في الموضوع ده، وهو الموضوع مش من طرف واحد يبقى من طرفين. تقول ايه للشباب
اللي ممكن يتحطوا في موقف زي موقف محمد عادل وان هم يترفضوا ومثلا الشخص اللي بيحبوه ما يكونش بيحبهم برضو وكده؟ لا هو يعني مش اي حد مثلا اترفض من واحده يروح يتبح او يروح يقتلها يعني مش منطقي يعني. الدنيا ما بتقفش على حد. الدنيا ما بتقفش على حد. حضرتك شايف ان هو يستحق ان هو يموت؟ اه يموت ويموت كمان 100 مره، ولو ايام سيدنا عمر ولا سيدنا ابو بكر انا اعدمه 30 مره. اه تقول ايه للشباب اللي في سنه واللي بيعملوا يعني عشان ما يعملوش زي؟ اقول للشباب دول لازم يتزرعوا بالايمان والحاجات دي، ايه الحب ده؟ طب ما احنا حبينا قبل كده وسيبنا كذا مره، فدي مش دافع اساسي ابدا نهائي نهائي نهائي. اه ويبقى عندهم عزيمه كده واصرار وتفاؤل بالحياه. اه خلي بالك انا مدير مدرسه. ده اقل حاجه، ده اقل حاجه يعني، ده المفروض يتعيد بخمس مرات. بس هو المشكله ان هو كان بيحبها ماشي، وقتلها هو بعد ما قتلها في ثانيه هو مات برضه. هو يعني ما هو بيحبها برضه ماشي، هو قلبه مات يعني، مات هو مات 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 تكتيكيا. انت واصله معاكي؟ لان واحد بيحب واحده ومن حبه ليها هتروح منه قتلها، هي مش عايزاه، هو قتلها. هو بيحب من طرف واحد الله اعلم، كان هو من طرف واحد الله اعلم هو من طرفين، بس هو من طرف واحد. بس حرام طبعا نقتلها يعني، حرام. ده اللي هتكلم في كده يعني. وبعدين هو القانون بتاع عنده رحمه برضه شويه يعني، هو ده اعدام يتعيد مره واثنين وثلاثه واربعه. يعني حضرتك شايف ان هو يستحق الموت؟ اه يستحق الموت طبعا، هي ذنبيه تعمل فيها كده. هو يستاهل بامانه، لان هي مش لها ذنب في اي حاجه يعني، مهما حصل هي اسمها ونصيب يعني، مش عشان هي سابته يروح يقتلها يعني. ما لو كل واحد سابته يروح يقتلها يبقى ايه كده، مش ليها لازم. يعني انت شايف ان هو يستحق الموت؟ يستاهل الصراحه، يستاهل الاعدام مرتين مش مره واحده بامانه. طب تقول ايه بقى للشباب، وبما انك شاب برضو زيهم، تقول لهم ايه لو مثلا حب واحده ما حبيتوش او ان هو اترفض او كده؟ ان كل حاجه اسمها نصيب، مش عشان انت سبت واحده تتكلم عليها بالوحش او يعني تطلع عليها سمعه وحشه، هي كل حاجه اسمها نصيب. تقول ايه بقى للشباب اللي في سن محمد عادل اللي مثلا ممكن يحبوا من طرف واحد او ان هم يترفضوا؟ الحب مش نهايه الدنيا يعني، كل واحد هيقابل حياته اكتر من مره حب يعني، ومش معنى كده ان انا حد سابني او رفضني ان انا اقتله، ده كلام مش معقول يعني. ولا الحب مش بالاجبار، هو شايفها مش بتحبه وخلاص. هو المفروض اي شخص كرامته تقول له ان الشخص ده مش بيحبني ابعد عني. والله لو غلطان يتحاسب عادي، الغلطان المفروض اللي هو يتحاسب عشان برضو الغلط ما يزيدش في البلد. هو تنفيذ حكم الاعدام حصل بالفعل النهارده الصبح. والله عادي طالما هو غلطان فيتحاسب زي ما انا بقول لك كده عادي. تقول ايه للشباب اللي في سن محمد عادل واللي ممكن يحب واحده ويرتبط بيها مثلا وبعد كده ترفضه، او ان يكون الحب من طرف واحد؟ اقول اللي يرضي الله ان هو يدخل من بابه، ان هو يعني لو هو عايز يعمل حياه واسره ومستقبل وكده يخش من الباب يتعرف عليها. لا ما فيش اعتراف، لا هو لو عايز يصونها ويحبها يخش على طول على والدها. اه او لا بتقضي.